شاء الله الماتش الجاي مربوح ان شاء الله. بارك الله وسط العام بيلعبوا زوين وكان الماتش شويه سخون كما كيقولوا سخون، ان شاء الله مربوحه مربوحه. المره الجايه عندنا تعادل وقعدنا واحد الحظ كبير، وان شاء الله الماتش المقبل غنكونوا ثاني غاديين. حنايا فرحانين بهم، تقاتلوا حتى لاخر دقيقه وتندعيو معهم من قلوبنا. حنا جاليه المغربيه مقيمه في كوت ديفوار، جينا تنشجعوهم والله ينصرهم، وان شاء الله الماتش الجاي مربوحه. متفائلين بوليداتنا، الله يسهل عليهم، الله ينصرهم يا ربي. المباراه كانت زوينه ولكن بحكم ان المغرب هو فريق سي نورمال راه غادي يلقى كلشي كونتر. انا سي با كونتر كونتر الاربيتراج شوف انا ما ديرير لا وي وي الاربيت دي لي دروا الي اون با دونك نورمالمون لي زاربيتراج ديال لي فوالا بالون ici les arbitrages ici mais il y a faux ici là mais l'arbitre c'est en bas donc il a laissé le jeu donc mais c'est pas grave toujours on est le premier on va arriver on va gagner la coupe même كان موين كان الظروف ديال الطقس ليميديتي راه لو طو ديال ليميديتي لي تري 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 هو و لا شالور. المهم ليكيب دارت اللي عليها وان شاء الله راح نصوم لي بريمي في لو جروب وان شاء الله نضمنوا التاهل للدور الثاني. هادشي اللي نطلبوا من الله. المباراه كانت صعبه شوي بس الحمد لله المنتخب المغربي الان متصدر المجموعه باربع نقاط وقادم افضل ان شاء الله. المباراه كانت صعبه كثير، الحراره مرتفعه، الحمد لله قادم افضل ان شاء الله المنتخب المغربي. حظ سعيد ان شاء الله المباراه القادمه. تحرمنا من ضربة جزاء في آخر الماتش. الماتش كان كيغلب عليه تكتيكي أكثر من 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 حاجة أخرى، وأول عامل اللي تسبب أن النتيجة تكون غير هكا أن ديالي ديال الطقس. أنت كتشوف حنا ملاعبين شعراء كاعين، أما بالنسبة للعابة تبارك الله راه كيلعبوا في هذيك الجولة. وي مي با دو بروبليم أوني توجور أونسومبل هان. هو ان شاء الله راه الماتش الثالث غادي يكون، وحنا ديما لحد الان حنا في الصف الاول وان شاء الله غندوزو في الصف الاول باش نبقاو دائما في مدينه سان بيدرو. اخويا المقابله صعيبه في التوقيت هذا، التوقيت صعيب صعيب بزاف. الحمد لله قدموا اداء لا باس به، مزيان الحمد لله تبارك الله عليهم. ورا الاخرين اللي مولفين كيلعبوا في افريقيا راهم ديجا عياو تا هما كيطيحوا غير بوحدهم. وبالنسبه للتحكيم اخويا واحد بنتنا واحد البيلانتي في التالي كاع الفار عينا الفار ما رجعوش الفار ما فهمتش علاش، واش ما كانش خدام ديك الساعه عاوتاني كالعاده والله اعلم. والحمد لله ان شاء الله احنا مكلاسي الاول الولا ونتمنوا الخير ان شاء الله القدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. داز في اجواء حاره جدا، احنا كنا غير جالسين وكنا كنعرقوا، فما بالك هما اللي جراو 90 دقيقه وما اكثر. دونك المباراه كانت صعيبه في هذه الوقيته هذه، ولكن الحمد لله ايزون بيان جيري وان شاء الله داروا التعادل. كنا نجيبوا الربح في بريمير ميطا ولكن دوماج. دونك دوزيام ميطا كان شويه الدراري شويه بدا كيبان عليهم العيا وداك الشيء، اوروزمون دار دوك لي شونجمون وكان بعدا تحركوا شويه وداك الشيء، كانت هفوات ولكن الحمد لله التعادل تا هو ماشي تا هو مزيان. هذا هو السلام عليكم. المباراة اليوم كانت صعيبة شوية حيت كانت الحرارة بزاف، حنايا وكنا فوق شوية عاد هما الله يحسن العون، ولكن حنا راضيين عليهم وراضيين من النتيجة واخا 1-1 ماشي غلبونا. والمرة اللي ما جا ان شاء الله يا ربي غادي يكونوا احسن. انتم مقيمين هنا في سان بيدرو ولا؟ لا حنايا جالية المغربية اللي مقيمة في بروكسل، جينا باش جينا من بروكسل باش نشجعوا ولاد بلادنا بيان سور.